لو الحكاية فيها إن فيتو يا باشا. أولا أنت اللي باشا. الله يخليك باشا، ترى المحترم والناس اللي قاعد ولا ساكن ولا يمكن يقولوا معايا ست حلو بعد الشيخ. أقول لك الرئيس في دار الحية هو عارف إن أنا كنت بوابة هنا من سعيد طبعا، ولا عند أي سكن من المنيا عايز ساكن. لو قدمت 20 مرة هنا. أنت ساكن يا باشا؟ أه يا باشا. ساكن فين يا باشا؟ عاوز الوصل يا ابني بس على بعد ما نتكلم. ماشي يا باشا. في